اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. معكم ربيع شنطف من منزل عائلة لقمان سليم، لنحكي شوي، مش حنطول اكيد، على ست سلمى سليم وهي والدة لقمان. تعزينا الحارة لإلك، يعني طبعا مصاب أليم. شو فيك تقولي بهذا الموضوع؟ الحزن كتير كبير اكيد. يعني بقول انه ذبحوني ذبح عشان لقمان كان عدا انه ابني صديقي وشريكي في الفكر وفي القراية وفي المناقشة، وبعدين هم استفادوا ايه؟ ضيعوا طاقة كانت موجودة لبنان، لكن هم يعني مش بس طاقة ليا انا كراجل بيعرف وبيقرأ وبيكتب وبيحلل، يعني أنا أنانية، أنا أمه أنا عايزاه ابني، لكن إذا بيفكروا في بلدهم ما بيروحوش الطاقات دي عشان إيه؟ استفادوا إيه؟ إنه صرفوا عليه 5 6 رصاصات، كتر خيرهم كتر خيرهم. موسوعة علمية، وحضرتك موسوعة علمية أيضا، وبنتك وابنك كمان اللي بفرنسا. يعني في رسالة بتحبي تقوليها؟ هقول ايه؟ انه احنا هنا تربينا انه العلم اهم حاجة والفكر اهم حاجة والاخلاق، وبعدين الدنيا بتعارضنا فبننكفئ، بنقعد في بيتنا بنقرأ وبنكتب وبنحل، مش ضروري نعرض نفسنا. فالعالم صعب، لكن العالم مش لازم يكون مجرم، مش بس المنفذ، انا بلوم اكتر المحرض، في محرض، فالمحرض جلام أكتر من المنفذ، عشان المنفذ عادة آلة بتنفذ. أنا بقول الخفاقة اخفقي، بحط لها النمر بتاعتها بتخفق، لكن مين اللي بيمشيها؟ اللي بيحرضها، اللي بيمشي، فهو اللي يلام، بس ده اللي بقدر أقوله. ما حدث هو ترهيب للفكر، يعني بتقولي ترهيب للفكر، وأكيد يعني الاتهام، في اتهام ولا تارك الموضوع للقضاء؟ أكيد ترك الموضوع للقضاء، وهلأ بعد الظهر بيوصل ابني المحامي اللي هو بيعلم في فرنسا، هادي هو من حكاية القوانين وإيه والتحقيق، بس المهم نوصل لحل. عشان أنا إذا تذكرت أيام ما اتقتل كامل مروة، جوزي كان المحامي بتاعه، وبعدين كأنه يعني مرمغه الحكاية، فأنا برفض إنه موضوع قتلة لقمان تتمرمغ، ده برفضه. بس حتكملي يعني؟ شكرا كثير لك، ما حنزيد عليك ست سلمى. يعني مؤسف جدا هذا الامر، منعزيها مجددا ومنعزي العائله، وحنكون معكم بكل جديد. كان معكم ربيع شنطف محمود السيد، الى اللقاء.